وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تنظم لقاءً تشاورياً مع المجتمع المدني لتقديم الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وذلك في إطار الانفتاح على المجتمع المدني. هذا الإطار الاستراتيجي يتضمن ثلاثة محاور أساسية تتجلى في التمكين والريادة للمرأة، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، إلى جانب تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز. خرجنا بواحد الاطار اللي هو تيمشي حتى الافق 2035، لاننا نعتمد على مخرجات النموذج التنموي الجديد، ولكن لديه ثلاث مراحل. فالمرحله الاولى هي الخطه الحكوميه الثالثه 2026، اللي فيها تركيز كبير على التمكين الاقتصادي، ولكن ليس فقط. فكاين ثلاثه المحاور: التمكين بصفه عامه، البرنامج الاول حول التمكين الاقتصادي والرياده، محور حول الحمايه وايضا الرفاه، يعني نذهب ابعد من الحمايه، والمحور الثالث اللي هو حول الحقوق والقيم. يهدف هذا اللقاء الذي جاء تنزيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، إلى إشراك المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تنزيل مضامين الخطة الحكومية الثالثة للمساواة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز.